السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي جايين بخير؟ أموركم هانية؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله الإخوان في هذا الفيديو غادي نطرقوا الصبغة اللي كنقسموها الكناري واللي كنعطيوها بطبيعة الحال للبعض الأنواع اللي كيحملوا جينات الصبغة، لأنه ماشي كاع أنواع الكناري تيستقبلوا هاد الجين كيحملوا هاد الجينات هادو بالضبط. انما كاين لنا الاخوان واحد اربعه الانواع هما اللي كيهزوا هاد الجينات الصباغه، يعني اللي كنعطيوهم الصباغه وكتبان فيهم. منهم الموزايك كما كتشوفوا، وكاين الريد فاكتور، اما هادو غير البرتقالي عاجي يا الاخوان، كاين الريد فاكتور وكاين الروج المون وكاين الكناري البرتغالي. البرتغالي الاخوان راه غني على التعريف، يعني راه ما موجودش بزاف تقريبا في المغرب، وكيكون في الدول الاوروبيه موجود. كاينين انواع اخرين الاخوان اللي كيحملوا جينات الصباغه، منهم الاغات موزايك جون، الغوج عفوا اللي كيكون بحال هكا ولكن كيكون عنده القناع في الاحمر. انما غادي نهضر الاخوان على الانواع اللي غنيه على التعريف وموجوده في الدول العربيه. اما بالنسبه للاخوان الصباغه فهي انواع. قبل ما نطرقوا لهذا الموضوع هذا الاخوان، باش نذكركم بعض المساله اللي يعني اللي عنده شي زويجه باغي يخدم بها ما يعتاش، تنصحو ما يعتاش الصباغه لانها فيها الخدمه وكذلك فيها واحد المصروف اللي هو شويه كثير، لهذا يحاول يتجنب يقدمها لهم. اما بالنسبه لي انا الاخوان راه غادي نعطيها لابسيور هادو غير على قبل الصواف، اولا كنعطيها الفراخ ديال الموزايك اللي غادي يتباعو ان شاء الله، لانه كتعطيهم واحد الجماليه وواحد التناسق في الالوان تاعهم. كما كتشوفوا ضروري كيكون كيخص يكون الماسك ديال الموزايك يكون احمر قاتم بحال هكا كما كتشوف. بهذا انا كنحاول نخليهم يعني هذاك اللون اللي تيكون الاصلي ديالهم. اول حاجه الاخوان الصباغات راه فيهم انواع كثار، منهم الكانتاكس والنيكتون وكاين واحد الماركه اخرى اسمها الكاروفيل، هما تقريبا بحال واللي معروف فيهم هو الكانتاكس والنيكتون. يعني شركة نيكتون راه معروفة بزاف هي والكانتاكس، هما اللي معروفين بزاف في الدول العربية. فالنقطة الثانية اللي باغي نشير لها الإخوان، وهي ماشي كاع هاد الأنواع اللي كيحملوا جينات الصباغة كنعطيوهم الصباغة في واحد الوقت اللي هو معين، إنما كنعطيوها بالنسبة للموزايك كنعطيوها الفراخ ابتداء من 44 أو 45 يوم، يعني كي تتفطموا الفراخ كنبداو نقدموها ليهم. اما بالنسبه للازواج الكبار فهاد الوقيته ديال غيار الريش كنبداو كنقدموها ليهم. كما كتشوفوا الطيور راه بداو دابا حاليا في غيار الريش، معظم الطيور راه داخله لغيار الريش وتنبداو تنقدموها ليهم حتى كينتهي هذا الموسم ديال غيار الريش. النقطه الثالثه الاخوان بالنسبه للريد فاكتور، حنا غادي نضربوا المثال بهذه الزويجه هذه كما كتشوفوا، هذه راه رازا تاع اسبانيول وكنقدمها لها حتى هي وراه عاد تنفعل كما كتشوفوا، يعني اللون تاعهم بدا كيبان. وبالنسبه للريد فاكتور الاخوان راه كيعطيوها الناس يعني اللي عندهم اللي كيربيو هذا النوع من الكناري، كيعطيوها قبل وضع البيض باسبوعين، كتبقى كتعطى الطيور يعني قبل وضع البيض، يعني كيتزوجوا الطيور كتبدا تعطيهم هذيك الصباغه دائما. وبالنسبه للطريقه ديال كيفاش كنخلطوا الصباغه وكيفاش كنعطيوهم هذاك التريتمون، يعني داك البرنامج تاع الصباغه هو اللي غادي نهضروا عليه دابا، يعني نوريكم نفسر لكم كيفاش غادي نقدموها لهم وكيفاش كنقدمها حاليا انا لهاد التراث. فهنايا الاخوان كما كتشوفوا عندنا الباتي الابيض افيكول، يعني منشط الكبد كيصلح لجميع انواع الطيور منهم الكناري والحسون والباجي، وهذا هو الصبغة اللي كنقدمها للطيور الجولي. انا حاليا الاخوان كنشري هذا النيكتون بالعبار والثمن ديالو داير نصف اورو، ما يعادل 5 درهم مغربيه الغرام، يعني كل غرام 5 درهم. اما بالنسبه لهذا افيكول هذا اللي هو كيخص يكون عند اي مربي، كتكون فيه القرعه الكبيره ديالو شويه ما كنشدهاش انايا لانه كتبقى حتى كيمشي لها التاريخ، لهذا كنشد هاد الصغار كنقضي بهم الغرض. هادو كيفيو بالغرض الاخوان، الثمن ديالهم 3 اورو ما يعادل 30 درهم مغربيه. فدابا الاخوان يعني غادي نشوفوا البرنامج كيفاش كنقدم هاد الطيور. هنا الاخوان كاين عندنا 100 غرام ديال الباتي، يعني دائما كنستعملوا هاد الصباغه اما في 100 غرام ديال الباتي
كنديروا فيها 1 غرام، هو من اللي كتشوفوا راه كتساوي 1 غرام، الوزن ديالها هو 1 غرام. كنديروا في هذا الباتي هذا بحال هذا الشكل هذا، نخلطهم مزيان الباتي شي معلقه ونبداو نقدموا التور تاعنا. اولا كاينه مساله اخرى وهي نديروا 1 غرام 200 ملي من الماء المعجنة الاخوان، 200 ملي الماء المعجنة نديروا فيه 1 غرام من الصبغه ونقدموها. بالنسبه لي انا كنقسم لها التور هذو 3 مرات في الاسبوع، يعني 3 مرات في الاسبوع كنعمر لهم هذاك الكوجي الصغير، وتنقدمها مثلا يوم الاثنين ونعاود نساكي الثلاثاء ونقدمها يوم الاربعاء، ونساكي الخميس ونقدمها يوم الجمعة، والتزامن مع هاد افيكول الاخوان. افيكول غادي نوريكم دابا كيفاش كنقدموا الطيور. هنايا الاخوان يعني بعد ما خلطت هذيك الصبغه مع هاد الباتي كما كتشوفوا هاد القياس هذا اللي كنعطيهم كل زوجين، يعني كل زوجين كيحملوا شي ناس الصباغه، هاد القياس هو اللي كنعطيهم وكنحتفظ بالباقي، يعني في بلاصه اللي فيها الحراره درجه الحراره معتدله. اما بالنسبه للافيكول اللي قلت لكم كنعطيو تزامنا مع هاد الصباغه هادي، النهار اللي نعطيو الصباغه الغد تاعو يعني نعطيو هاد الافيكول المشربيه كما كتشوفوا مع عمراش حتى الفوق باش يستافدوا من هاد الدواء هذا، ما كنعمرش المشربيه حتى الفوق. هنايا كنجي 4 نقاط او 5 كما كتشوف، 1 2 3 4 5 هذا يكفي الاخوان. وكيف ما قلت لكم كنعطيو صباغه بحال اليوم الاثنين كنعطيها، وغدا راه كنعاود نعطي افيكول، يعني افيكول امونشيت الكبد، ويعني ممتاز بزاف في هذه الفتره ديال غيار الريش. فالاخوان كما قلت لكم كنقدمها 3 ايام في الاسبوع بالتزامن مع افيكول بطبيعه الحال اللي هو منشط الكبد. الاخوان بغينا نوصيكم على واحد الحاجه، افيكول العلبه ديالو هو هذا كما كتشوفوا، ضروري ما تشريو عند شي بائع اللي هو متوق منه الاخوان، وهاش اللي مدون على العلبه ديالو هو منشط الكبد الطيور، هو عباره عن مكمل غذائي من اجل تحسين وظيفه الكبد وتغيير الريش جيد. واللي كيهمنا الاخوان يحفز هو هذا، يحفز هذا المنتج على ازاله بقايا صبغات اللون والادويه، هذا هو اللي كيهمنا الاخوان في هذا الافيكول هذا في هذا الساعات. هانتوما كما كتشوفوا الاخوان كي حطيت لهم باتي هما بداو ياكلوا منها، وهكا كنبقى غادي معاهم الاخوان دائما 3 ايام في الاسبوع و 3 ايام اخرى يعني تاع افيكول باش ما يتضروش في الكبد ديالهم. وهكا غادي نبقى غادي ان شاء الله حتى يخرجوا من هذا الموسم ديال غيار الريش، وغادي نوريكم النتيجه ان شاء الله باش تشوفوها بعينيكم. فكنتمنى الاخوان نكون فدت ولا واحد منكم ان شاء الله، وما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.